السكن الاقتصادي بمدينة الدار البيضاء للنواب المحترمين وديع بن عبد الله، محمد اليوسفي، أحمد بو العسري، محمد حدادي، مبارك أبو عيدة من فريق التجمع الوطني الأحرار. فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سادة الوزراء، سيدة السادة النواب المحترمين، إن الله يحب العبد الملحاح. ومن تحت هذه القبة السيد الوزير مرات ومرات ومرات كان الإيحاح ديالنا باش نثيروا الانتباه ديالكم، واليوم راه سمعناه من طرف بعض النواب المحترمين الخصاص الكبير اللي كتعرفوا كيعرفوا السكن، العرض ديال السكن الاقتصادي في مدينة الدار البيضاء، العرض منخفض الثمن. تكلمنا على، أنا ما نتكلمش على 140,000 درهم، أنا نتكلم على 200,000 درهم، نتكلم على 25 مليون، نتكلم على 30 مليون، ما كاينش. وتنذكر مرة أخرى أنه كان شي كنا كنعرفوه وقلنا مرات ومرات، الدار البيضاء راه هي 25% ديال الحاضرة ديال المغرب، الرباع ديال الحاضرة ديال المغرب، راه هي القلب النابض ديال المغرب، راه ما فكرنا شي فيها، راه ما فكرناش في المغرب ككل. والمواطنين ذوي الدخل المحدود في الدار البيضاء، من موظفين، من عمال، من مهن حرة، إلى آخره إلى آخره، ملي كيشوفوا شنو العمل اللي كتقوم به الحكومة، عمل جبار وننوه به، ولكن في مدن أخرى كيحسوا براسهم أنهم محقورين في مدينتهم، كيحسوا براسهم أنهم منسيين في الدار البيضاء. هذا هو الإشكال اللي موضوع بالنسبة للمواطنين ديال الدار البيضاء. مستثمرين أيضا، المستثمرين كيقول لك حنا مستعدين، وخاصة أنا كنفكر خاصة الصغار والمتوسطين من المستثمرين، راه هما ما كيوجدوش أراضي. وتكلمتوا عليها السيد الوزير، حنا كنعرفين بأنه المشكل مشكل عقار، ولكن واش غادي نبقاو نتفرجوا؟ واش غادي نبقاو نقولوا بانه عندنا ادماج السكن هي اللي غتحل المشكل؟ حنا عارفين بانه يمكن لوحدها ما خصهاش تحل المشكل. الاشكاليه ديال مدينه الدار البيضاء خصها اشكاليه وطنيه، خاص المغرب كله ينكب على الاشكاليه ديال هذه المدينه. الطلب المتزايد راه سنه على سنه كيتزاد هذا الطلب. وفي الحقيقه هذا قطاع حيوي، خصنا نوجدوا جواب للمواطنين. المواطن من اليوم كيجي عندنا، وحنا اليوم امام المواطنين امام وراهم كيشاهدونا امام شاشه التلفزيون ديالهم، شنو غيمكن لنا نجاوبهم السيد الوزير؟ واحد بغى يشري سكن ب 20 مليون، شنو غنقولوا له؟ هذه ربع سنين كيقول لك انا هذه ربع سنين وانا كنقلب على السكن بهذا الثمن، كيف غادي ندير؟ انا هذا هو السؤال ديالنا السيد الوزير. شكرا. شكرا السيد النائب المحترم. كلمه السيد الوزير. الدار البيضاء كتعرف ازمه، هذا لا نقاش فيه. الدار البيضاء تعيش تحت وطأة أزمة للعرض، تحت وطأة أزمة للعرض، وهذه الأزمة جاءت جراء الالتقائية ديال أربعة ديال المواضيع اللي يمكننا نختزلوها في بعض الجمل. أولا بحال اللي قلت، غلاء العقار حتى الخاص، حتى الخاص، ندرة العقار العمومي اللي من شأنه أنه يجي باش يلعب الدور ديال ضبط السوق العقاريه، لا ريغولاسيون ما كاينش، لا وجود لها في مدينه الدار البيضاء او قليل جدا. وكاين الاشكاليه ديال التعمير، ها انت عندك العقار ديال العمومي او ديال الخاص، الا نزلتي ونزلتي عليه الوثائق ديال التعمير، في بعض المرات عندك 50 هكتار ديالك ولكن غير مخصصه للسكن، مخصصه لاشياء اخرى. اذا حتى الاكراه ديال التعمير اصبح اكراه واضح، وخاصه وحنا داخلين على واحد المرحله اللي بغى فيها المغرب انه نخرجوا من نظام الاستثناءات، ويولي ما هو مكتوب في وثائق التعمير هو الذي ينفذ، باش نخرجوا وخصنا نخرجوا وبسرعه من نظام الاستثناءات في التعمير. كاين كذلك العزوف ديال القطاع الخاص من بناء الشقق ديال 20 مليون ديال السنتيم، اعتبارا انه هذا المنتوج تم تحديد الثمن ديالو منذ 15 سنه، وبحال اللي كنقولوا بالدارجه كيقول لك اليوم هذا الثمن ما مخرجناش. إذا هذا الموضوع ما هوش أمامه رد الفعل ديال الدولة أو الحكومة، ما كاينش هناك غياب ديال الدولة أو الحكومة، هذا الموضوع تم استحضاره بقوة في اللجنة ديال اللاقدة الاستراتيجية ديال متابعة الأوضاع الاقتصادية ديال المغرب في ثلاثة ديال الاجتماعات، واللي يمكن أن أؤكد لك السيد النائب المحترم، وهو هذا الموضوع اليوم محطة نقاش واجتهاد جماعي من طرف وزارة المالية، وزارة الإسكان، مكاتب ديال الخبرة، وكذلك القطاع الخاص، من أجل التدارك السريع والجريء ديال الوضع ديال الدار البيضاء. شكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. في اطار التعقيب في بعض الثواني السيد النائب، تفضل. بعض الثواني.
شكرا، باقي 30 ثانية سيدي الرئيس. إذا شكرا سيد الوزير، احنا كل ما كتقوموا به في هذا الإطار مادام أنه كاين وعي أنه جميع الجهات الحكومية بما فيه الخواص أيضا منكبين على هذا الموضوع، احنا ما يمكننا إلا نتمنوا هذه المجهودات ومستعدين أنه إلا كاين شي حاجة كمنتخبين لا محليا ولا على الصعيد الوطني أنه نساعدكم باش نوجدوا مشكل، لأنه راه الدار البيضاء ما بقاش يمكن ليها تسنى بما فيه ما بقاش يمكن ليها تسنى. شكرا سيد النائب المحترم.